بكم بداية أسبوع موفقة نتمناها لكم مشاهدينا. أسبوع جديد، يوم جديد، وحلقة جديدة من شوف الصحافة دائما على شوف تي في. جولتنا الصحفية سنستهلها وإياكم من يومية الأحداث المغربية، حيث عنونت الجريدة ضبط أول حالتين لتمويل الإرهاب بالمغرب، وذلك عن طريق تبييض الأموال. في عنوان فرعي: تنقل الأموال المشبوهة يشغل بال السلطات الأمنية. تقول الجريدة إن الحرب المستمرة للمغرب على عملية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكنت من إجهاض أزيد من 100 عملية لتبييض الأموال، من ضمنها حالتان لتمويل تنظيمات إرهابية. وإخفاق هذه العمليات تم من طرف وحدة معالجة المعلومات المالية لمكافحة تبييض الأموال، وذلك بتنسيق مع عدة جهات. في يومية الأخبار تقرؤون: مؤشر إصابة المغاربة بالإيدز إلى ارتفاع، والميزانية المخصصة لمحاربتها تغري الكثيرين ملايير الدراهم في مهب الريح باسم محاربة السيدة، و53% من المومسات بالمغرب يشترطن استعمال العوازل الطبية. تقول جريدة الأخبار إن ميدان محاربة السيدة بالمغرب ملوث، أموال كثيرة تصرف باسم محاربة المرض وحماية حقوق المرضى، رغم أن هذا الداء لا يحتاج سوى إلى نصف الميزانية الضخمة المخصصة لمحاربته، والتي تستفيد منها بطريقة أو بأخرى جمعيات تتصرف في الأموال بكثير من التلاعب والاحتكار. في الاتحاد الاشتراكي تقرؤون عنوان أحمر وبالخط العريض: فيدراليون للعدل يقادون الرميد بعد احتجاج مناضليهم. ففي خطوة سابقة من نوعها، تقول الجريدة، تم منع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت الماضي من تقديم شكاية لدى الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية بستات ضد كل من كان وراء حجز قيادي ومناضلي النقابة بمقر الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفين في العدل بسطات. ننتقل إلى يومية العلم، حيث تجدون المحكمة العسكرية بالرباط تواصل النظر في ملف المعتقلين في مخيم إكديميزيك. المتهمون يفاجئون الرأي العام بإنكار التهم الموجهة إليهم، والرئاسة تحاصرهم حول الجرائم المقترفة. جريدة العلم نشرت ملفا متكاملا حول هذه القضية، تجدونه في الصفحات 3، 4، و5. الملف يتضمن شهادات بالإضافة إلى التهم المنسوبة لكل واحد على حدة، ثم لقطات مثيرة من داخل جلسات المحكمة، وتصريحات لمراقبين تعرضوا لمضايقات من طرف أنصار الانفصاليين. نواصل معكم جولتنا الصحفية، لكن هذه المرة مع جريدة النهار المغربية. 32 مليارا من قرض فوغاريم غير مسددة. في تفاصيل الخبر: ارتفاع إجمالي الديون غير المسددة لفائدة ضمان الدولة المخصصة للسكن المعروف بفوغاريم عند نهاية دجنبر الأخير إلى 31 مليار سنتيم وقرابة 314 مليون درهم. تضيف الجريدة أن جميع الأبناك الوطنية المعنية بهذا الارتفاع وأمام حجم الديون دقت ناقوس الخطر، حسب ما جاء في جريدة النهار المغربية. تفاصيل هذا الخبر في الصفحة 2. أخبار اليوم تكتب: شباط يدعو إلى مواجهة طغيان البيجيدي ويتهم وزراء بن كيران بخلق دولة مماليك في المغرب. فعلى ما يبدو، تقول أخبار اليوم إن متاعب عبد الإله بن كيران مع حميد شباط لا تنتهي حتى مع قرب لقائهما الذي يفترض أن يكون تصالحيا. فالأمين العام لحزب الاستقلال دعا أول أمس بفاس إلى منع حزب المصباح من التحول إلى حزب أغلبي في الساحة السياسية، مستغلا منصبه الحكومي، كما اعتبر أن الوزراء الإسلاميين يريدون خلق دولة المماليك بالمغرب. تفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى تقرؤونها في جريدة أخبار اليوم تحت عنوان: حزب الأصالة والمعاصرة يصف حكومة بن كيران بالأندل في العالم. حيث لم يجد حزب الأصالة والمعاصرة بمراكش من وصف لحكومة بن كيران بعد مرور حوالي سنة وثلاثة أشهر سوى أنها أندل حكومة في العالم. فالتقييم الذي أجراه حزب الأصالة والمعاصرة من خلال نقاشات مفتوحة مع أعضائه ومنتخبيه وبرلمانيين جعلته يخلص إلى هذا الوصف الخطير والكبير. تقول المساء تفاصيل أكثر وأوفر تقرؤونها في الصفحة الأولى من جريدة المساء. بهذا الخبر مشاهدينا نطوي أوراق جولتنا الصحفية لكم أطيب التحايا من كل طاقم شوف تي في. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.